زين، سؤالهم هواي يسألون الناس، شنو صلة القرابة بينك وبين إسراء الأصيل؟ أختي الفنانة إسراء الأصيل. فنانتنا الجميلة أختي، شفت البيت بثلاث مشاهير صار. لا ما أصدق. لا هي صديقة بمكان أخت، يعني صديقة كلش عزيزة علي، والحمد لله أنه إحنا نتشابه والعالم كلهم يعتقدون أنه إحنا خوات، وخصوصا من كنا سوا بالافتتاح مال البوتيك انقلبت الدنيا، طلعنا ترند بشكل مخيف انه احنا خوات. الكل حوالاتو زين، ليش نريد نضم اذا احنا خوات؟ بالعكس يعني. ما تبفع تشابهون كلش. شلون تعرفتوا؟ شو وقت تعرفتوا؟ يعني شلون صار الموضوع؟ جمعتنا صدفه ب 2018 صديقات مشتركات. فعندنا اطباع مشتركه. 2018 مو بالعراق اصلا. بلى. شتي موجوده بالعراق؟ يعني اول دخلت العراق كانت 2017 شهر 12. اوكي. فجمعتنا صدفة واختفينا، ووراها نفس الصدفة جمعتنا ورا سنة، وكنا نفس الأطباع يعني، قاعدين ساكتين منعزلين لحد ما نفهم شخصية الكل. فبعدين بدينا نحكي بالأفلام المصرية وش التابعين وش أتابع وما أعرف إيش، اندمجنا صرنا كلش صديقات. منو أكثر أنحس وحدة بيكم بالعلاقة اللي تزعل هواية وهيك؟ ماكو، الحمد لله اثنيناتنا نفس الإخبال، نفس العقل، نفس المشكلة الوحيدة اللي تصير بيناتنا إنه هي تحب تطلع. هي إنسانة كلش أكتيف ما شاء الله، أنا إنسانة كلش كسولة ما شاء الله، فأني أحب القعدة بالبيت، هي تحب الطلعة وتغيير الجو. بس هي فصلة تجيها تريد تطلع وتغير جو، يعني عادي جدا شهر كامل هي ما طالعة من باب البيت. أنت هو ما عندك حظ بالصديقات أكثر لو الأصدقاء؟ تصدق شغلة؟ آخر فترة بطلت أؤمن بشيء اسمه صداقة بين المرأة والرجل. ليش؟ ما أعرف، هو دا يصير كسر إيماني. مع أنه أنا من كنت بأمريكا، من أنا بالابتدائي لحد الجامعة أصدقائي نفسهم موجودين. قصدك أحد كان صديق وصدامك بتصرف معين؟ لا، هو اللي دا أشوفه أنه ما ترهم، هي أصلاً ما ترهم. أنا ضدك بهاي لأنه ما لها يعني ما لها علاقة. ما أعرف، أنا ما أعرف، حسها ما ترهم. فلا الحمد لله عندي حظ بكم صديقة وبس وبس.